اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا صفاء، ارت بلوجر ومدربه ايكوباج، ومعانا النهارده فيديو جديد، ويلا بينا نشوف الفيديو. القناة بتاعتنا هتمشي ازاي؟ بإذن الله هتبقى عبارة عن سلاسل برامج مختلفة، كل سلسلة فيهم هتبقى فيها فيديوهات مختلفة عن التانية بإذن الله، وحاول ان انا انوع ما بين الدي اي واي زي ما قلت لكم، ديكوباج، شغل الهاند ميد، احاول قد ما اقدر ان هو ما يكونش فيه يعني ملل في القناه. اول سلسله معانا باذن الله هتبقى كان معكم صفصفه من مكتبها. دي هتبقى عباره عن فيديوهات من المكتب هنا، هنعمل حاجات هاند ميد، هنعمل حاجات ريسايكلينج لحاجات عندنا، المحتوى اللي قلت لكم عليه بتاع ديكوباج الدروس باذن الله. تاني سلسلة معانا بإذن الله هتبقى اسمها tips and tricks ديكوباج، هتبقى الأسرار والتريكات اللي محدش يعرفها كتير، والأسرار اللي بتطلع الشغل مظبوط. دي هنعملها كده حاجات كده، حلقات خفيفة جدا بسيطة، هنعرف من خلالها أسرار وإن شاء الله تستفيدوا منها بإذن الله. تالت سلسلة معانا ان شاء الله هتبقى تعاون مع قنوات تانية، ممكن يبقى ليها علاقة بالفنون، الرسم او حاجات الهاند ميد او حاجات اليدوية وكده، وممكن تبقى حاجات مختلفة ما نعرفش لسه، في مفاجآت، نعمل حاجات جديدة كده ان شاء الله بإذن الله تعجبكم وتستفادوا منها بإذن الله. رابع وخامس سلسلة ان شاء الله هتبقى قدام شوية، تبقى سلاسل مختلفة شوية عن الشغل اللي هنعمله ان شاء الله في القناة، سلسلة اسمها copy and paste، وسلسلة تانية تبقى سلسلة تحديات. تابعونا وانتظرونا في كل جديد بإذن الله، ويا رب تستفادوا. وده الفيديو معانا النهاردة يكون خلص واتسليتوا كده شوية، متنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة بإذن الله قدام، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام. انا قلبي صفصفه.